أهلا بيكم حلقة جديدة من حلقات من أول السطر. القدوة هو التأثر بشخصية قد تكون إيجابية أو سلبية. الشخصية دي بتكون جاذبة لينا، فيها مجموعة صفات وعندها نفس الطموح وليها تجربة شبه التجربة اللي احنا نفسنا ناخدها، فعشان كده بنتأثر بيها، بنبقى عايزين نوصل للي التجربة دي أو صاحب القدوة دي وصل ليها. إيه هو تعريف القدوة وإيه صفات القدوة الإيجابية؟ ازاي ممكن الاب والام يبقى ليهم دور في القدوه بالذات مع ابنهم او بنتهم؟ ده اللي هنعرفه مع ضيفتنا اللي منورانا في الاستوديو، الاستاذه رشا سويله، استشاري التنميه البشريه واخصائي النفسي وتعديل السلوك. اهلا وسهلا بيك. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك ونورتينا ببرنامجنا من اول السطر. اهلا بيك. في بدايه الحلقه عايزين نعرف من حضرتك ايه هي الاسس والصفات اللي واحنا بندور كده ان احنا عايزين ناخد حد قدوه في حياتنا، نكون مهتمين قوي ان احنا نلاقيها في الشخص ده، يعني ايه هي الصفات ونتاكد ازاي قبل ما نقول ان الشخص ده فعلا يبقى قدوه بالنسبه لنا وان احنا نبتدي بقى نمشي على خطاه يعني. طيب خلينا متفقين الاول ان القدوه كمعنى هو النموذج. النموذج اللي انا بقتدي بيه، النموذج اللي انا بتبعه، زي بالظبط الولاد لما بنعلمهم حاجه كاختبار مثلا بنجيب لهم نموذج يقلده زيه، يبقى بالتالي التقليد ده لازم يكون هو الاساس بتاعي. طيب النموذج ده بقى اللي انا بقلد منه لو كان شخصيه حد بنتعامل معاه، اولا هو شخصيا لازم يكون واثق من نفسه. هو لو مش واثق من نفسه انا عمري ما هاخده قدوه ليا. يكون عنده تطوير في ذاته، يعني هو بيجدد في حياته طول الوقت، عمال يتجدد. كمان لازم يكون مرن، يعني أنا عمري ما هاخد قدوة واحد متعصب أو واحد على طول بيغضب أو واحد على طول رد فعله فيه أخطاء كتير، هاخده قدوة على أساس إيه؟ هو هيكون مرن أصلا. لازم يكون القول بتاعه زي الفعل، ده بنقول عليه إيه بقى؟ إن هو بيمارس العادات الصح، يعني أنا مش قصاد الشاشة أو قصاد الناس ببتدي أعمل تصرفات صح وفي الظهر بعمل حاجة تانية، زي الأب بالظبط. ده بالنسبة لبرضه المشاهير يعني. ده لكل حاجة، طبعا. ما هو عايزة أقول لك حاجة، هو المشاهير بيطلع على الشاشة ممكن يمثل لك دور بلطجي أو يمثل لك دور طيب، هو ممكن في الظهر بيبقى حاجة تانية، يعني الطيب ده يبقى البلطجي والبلطجي ده يبقى طيب. بالظبط، هو الواقع احنا بنقول لنفسنا ايه كبابا؟ أقول لبابا خلي تصرفاتك وسلوكك في البيت كأنك بالظبط بتتعامل مع صحابك، كأنك بالظبط بتتعاملي مع صحابك في الشغل قدام ولادك زيهم. تقولي بس ده في حاجات غلط كتير. انت قلتي ايه غلط؟ يبقى هي اصلا كمبدأ غلط، انا ما عملهاش. هو المبدأ معروف سواء بره البيت او جوه البيت. احنا الاخصائيين النفسيين او الكلينيكيين لما بنيجي نتعامل تقولك ايه، اتعاملي بطبيعتك، انت شخصيه وطبيعتك ايه، بتتعاملي بطبيعتك مع العميل بتاعك، هو دي الصفات الصح. لكن انت ما تبينيش ان انت بتصلي وبتصومي ملتزمه وتدي له قواعد وانت ما بتعمليش ده، لا احنا مش بنقول قيمه بس. فده المهم جدا، مهم ان احنا قدوه بالمعنى، يتسق مع الفعل، ما يبقاش شخص يعني كانه بينظر بيقول حاجات. يعني اوقات كتير فعلا بنلاقي ممكن اب بيدخن وماسك سيجاره في ايده ويجي ابنه المراهق يقول لابنه المراهق لا ما تدخنش، وازاي تدخن ويعنفه؟ طب انت ازاي بتأمره بحاجه انت مش بتطبقها؟ لا ده بيقول له كمان غلط على صحتك. غلط. فاول سؤال الولد يقول له ايه، طب وصحتك يا بابا؟ يبتدي يحصل له ستوب، يقول انا كبير، خلاص حصل ستوب بقى ما بينك وما بينه، الحوار وقف. تلاقي دايما الطفل عايز يكبر عشان يتصرف بالتصرفات اللي اهله دايما بيقولوا له اصل احنا كبار بنعمل اي كان بقى تصرف صح غلط، فكانه بيقولوا له رساله غير مباشره، الكبير ده بيعمل اي حاجه صح غلط كده. احنا احرار يعني. بالظبط. بصي في احنا بنعلم ولادنا مهاره مهمه قوي اسمها مهاره التقليد. مهاره التقليد دي هي اول خطوه للقدوه. ازاي بقى؟ انا ابني مثلا بسوق، بتلاقيه قاعد في البيت بيعمل ايه؟ بيقلدك ويسوق. ممكن يبقى عايز يقعد على مع باباه عند الدركسيون ويسوق مكانه ويقلده كده. المدرس مثلا لما بيجي يعلم الولاد حاجه في الفصل، لو علمهم حرف بيتكتب بطريقه غلط او كلمه بتتكتب بطريقه غلط او قال حاجه غلط، هي اتحطت في دماغهم بالغلط ده على الوضع اللي المدرس قاله. طب هو ليه بيحصل كده؟ مهاره تقليد، قدوتي هو اللي اداني ده. فبالتالي احنا بنقول للاب والام انتوا الصوره، بنقول للمعلم انت الصوره اللي الطفل، لان في اطفال للاسف بيرتبطوا قوي مش في البيت، بيرتبطوا بالناس اللي بره اكتر. يعني اللي في البيت دول مش عايزين ياخدوهم قدوه، يقولك لا 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 انا المدرس بتاعي قدوه، انا لاعب الكوره ده قدوه، انا الممثل ده قدوه، انا المغني ده قدوتي، انا صديق الاكبر مني قدوه. فهماني؟ فبالتالي انا اقول له ايه، البيت والمدرسه الاثنين مهمين جدا لان هو بياخد منكم القدوه دي.
يمكن ده يا استاذة رشا يخليني يعني اتطرق لسؤال تاني، والضلع الثالث في المثلث. حضرتك اتكلمتي فعلا عن دور البيت ودور المدرسة، الدراما او الفن يعني هو دور اكيد مهم وبيأثر في الصغيرين قبل الكبار بشكل مباشر جدا طبعا. فيعني ازاي ممكن الاب والام ينتقوا ايه الحاجة اللي ممكن ابنهم او بنتهم تتفرج عليه، خاصة التنويه اللي بيبقى موجود في بداية العمل بالنسبة للسن اللي ممكن يقدر يشاهد العمل اللي موجود. وخاصة ان احنا برضو في رمضان يعني الاعمال الدرامية بتبقى كتيرة جدا، وتلاقي حد لمجرد انه بيحب فنان معين او ممثل معين بيتابع الحاجة دي، طب انت بتتابعها وانت مش عارف ايه المحتوى اللي هيقدمه، وبالتالي بالظبط. انت كأسرة ولادك ممكن تتفرج على حاجة انت ما تعرفش اصلا محتواها، فيحل الموضوع ده ازاي؟ هو هيحله ان الطبيعي في اي حاجة انت بتيجي تعمليها بيبقى عندك حاجة اسمها شروط الاختيار. انا هختار ازاي؟ انا اي حاجه لما بتروحي تشتري طقم او تشتري لبس بتختاري عندك هدف، انت ليكي هدف عشان تشتري، بتسالي نفسك طول الوقت هو انا جايبه ليه، طب وانا هلبسه ازاي، طب وهستفاد منه ليه، طول الوقت بتسالي لماذا لماذا لماذا. طب ايه رايكم لما بيجي عمل اقول للاب والام انتوا شاطرين كده ومتفوقين، شوفوا محتوى ايه، هل المحتوى ده ينفع في الجماعه؟ يعني انا ما عنديش مشكله اتفرجوا، ولكن في الجماعه وفي رمضان واحنا قاعدين بنتفرج هينفعنا كلنا؟ طيب ايه الهدف اللي هنستفاد منه؟ ابني هيطلع منه بمعلومه مهمه او هيطلع منه بحاجه كويسه؟ هيقولوا لي في معظم الاباء والامهات يقولوا لي ما احنا ما اتفرجناش على المسلسل، ما ممكن يكون في معلومات هيستفادوا منها. هقول لهم هو انتوا بتاخدوا المحتوى من العنوان والمحتوى بيبان، بيبان ده ينفع للطفل او ما ينفعش، ينفع يتفرج عليه او ما ينفعش. احيانا في كلمات الولاد بياخدوها حاجه ثابته معاهم، بنلاقي الولد طول الفتره قاعد يقول الكلمات دي، قاعد يقول كررها. طب ما انت بيكررها، تيجي الام تقول له عيب ازاي، بيقول لها يا ماما انا لقيتها في الفيلم ده او لقيتها في المسلسل ده. طب انت هتقولي له عيب على اساس ايه، ما انت كنت قاعده بتتفرجي وبتضحكي. هو فعلا في الوقت ده فده بالنسبه له تضارب في المعامله وتناقض، يعني طبعا طبعا ازاي بيخلي شخصيته اصلا مش سويه، بينهار الناموسك القدوه قدامه. حاجه ثانيه يعني هو بينهار الناموسك. ده دور التصنيف، التصنيف للاعمال اللي مناسبه سن 12 جمهور عام او بالغين او زائد 16 زائد 18. الام والاب محتاجين هم نفسهم يبقوا مقتنعين انه دي حاجه مهمه، علشان كده بيتم التنويه عنها. عايز اقول لك حاجه، في حاجه من التصنيف كانت تحت ال 12؟ لا، كله فوق ال 12. فاحنا للاسف عشان يكون ادرك على الاقل، يعني يبقى عارف الصح من الغلط، يعني مش محتاج نقول له مثلا في المحتوى ده لا ده ما ينفعش، ده تمثيل، ده مش واقع، ده ما بيحصلش في الحقيقه، على فكره الشخصيه دي ما بتعملش كده، ده هو بس بيمثل شخص غير سوي او شخص سلبي. هي الفكره انه اوقات للاسف يعني في بعض الممثلين بيمثلوا دور مثلا بلطجي او حاجه، بيجيبه لك بطريقه ان انت تتعاطفي معاه وان انت تبقي يا حرام، وهو يعني يدس السم في العسل زي ما بيقولوا، ان طب انت عايز نتعاطف مع شخصيه زي دي ليه؟ بيقعد بقى يجيب لك جوانب واصل اسباب ايا كان، انت مش المفروض ان انت تحبب الناس في النوع ده، وبتلاقي بالذات الشخصيه البلطجي انتشرت جدا في الاعمال الدراميه. طب يعني غصب عنه بقى بلطجي، كأن الظروف دي هي سبب او شماعه خليته بقى بلطجي. طيب لما بيتعرض ابني او بنتي لموقف زي كده وللاسف اتفرج عليه او شافه، دلوقتي الموبايلات بقت في ايديهم اكتر من التلفزيون، فممكن يتفرج على المشهد ده، انا ببتدي اقول للطفل ايه؟ لا ما تتفرجش. لا غلط، ما اقولوش كده لانه هيتفرج من ورايا. انا هقعد معاه واقوله تعالى نفكر كده مع بعض، هو ايه الظروف اللي خليته بقى بلطجي؟ ويبتدي يتناقش معايا، طيب انت لو اتحطيت في الظروف دي هتبقى زيه؟ طيب ايه الافضل؟ ان انت ده حلو جدا ان احنا نناقش كل بعد كل حلقه بنتفرج عليها، حلقه بالزبط. برنامج، حلقه مسلسل، فيلم، ايا كان، يبقى في مناقشه كانها معالجه كده دراميه للي احنا بنشوفه. بصي عايزه اقول لك حاجه، ايه الهدف من مشاهدته؟ الاساس في البيت لازم يقوم على الحوار ده، مش مجرد حاجه بتتفرج عليها كتسليه. هي المشكله ان في اسر كتير بتتفرج على حاجه مجرد تسليه، لا ده بالعكس على فكره، ده يعني الاعمال الدراميه دي بتبقى مؤثره جدا في تكوين شخصيات الافراد وبالذات الاطفال والمراهقين. أيوة طبعا. يعني فانت لازم تناقش وتاكد على الصح والغلط، وان انت مثلا لو انت فعلا ما كنتش متخيل ان الفيلم مثلا بيناقش موضوع ويحبب الناس في شيء سلبي، انت المفروض بتوضحه، بتقول لا انا ما كنتش اعرف ان الفيلم ده كده، وبالتالي احنا اتعلمنا ان احنا ما نتسرعش في اختيار مثلا فيلم نتفرج عليه واحنا مش عارفين المحتوى كويس،
ومش تقليل او مسلسل احنا مش عارفين مثلا احداثه بتدور عن ايه. يعني حتى دايما بيقولوا تقريبا ان يعني الحل في ده فلاشه، ان انت تجيب فلاشه تتفرج تبقى مخزن عليها الحاجات اللي خلاص اتعرضت والناس عرفت المحتوى بتاعها عشان تبقى انتقائي، يعني مش ان انت عشوائي كده بتتفرج على اي حاجه وخلاص، لا تنتقي الشيء اللي انت تتفرج عليه انت واسرتك. يعني ده اللي انا بقوله بقى، طب انا لو صدفت وشفت، ما هو اكيد هيجي يقول لك طب ما احنا شفنا خلاص وما كناش نعرف ايه اللي جوه المحتوى، ساعتها بقى نبتدي نستغل ده. على فكره هي فرصه كويسه جدا، انا خلاص ابني شاف المشهد او شاف حاجه انا ما كنتش عايزاه يشوفها، نواجه الموقف بمنتهى الثقه، ما نحاولش ان احنا نجري ونطفي التلفزيون بسرعه، ده اكبر غلط، لانه هو هيبتدي يفكر اكتر فعلا. هو ايه اللي حصل بقى، هو ايه اللي جرى، وممكن يكون الموضوع على فكره بسيط جدا، مش ما رد الفعل رد الفعل هيخلي عنده تطلعات اكتر وعايز يكتشف الموضوع اكتر طبعا. فانا ابتدي اقول له ايه، لا تعالى ايه رايك في المشهد اللي حصل، ايه طب نعمل فيه ايه، طب نفكر فيه ازاي، طب انت لو اتحطيت في الموقف ده هتعمل ايه، ومن خلال ده ابتدي انا اتكلم، ابتدي انا اطلع اللي جواه واقول له ايه، طيب ايه قدوتك بقى، تاخد ده قدوة ولا القدوة التانية اللي أنا مش بفرضه عليها لكن بقوله مميزاتها، القدوة الإيجابية، شوف بقى صفات كذا وشوف يعني لو بطريقة غير مباشرة، يعني بطريقة غير مباشرة أهم حاجة التواصل مع الطفل بطريقة غير مباشرة. حتى المراهق كمان على فكرة ما ينفعش أنت تأمريه وتقولوا له كذا، ده لأ، ده لأ، أنت تديله المعلومات أو البدائل وهو يبتدي يفكر، يبقى الخيار من عنده هو. في أي سن حضرتك شايفة أنه ممكن يحصل؟ كله. بصي انت لو دربتي ابنك من وهو اول ما يبتدي يستوعب ويفهمك، يعني سنتين ونص 3 سنين، دربتيه على الاختيار. على عايز اقول لك حاجه، يعني الامهات الشاطرين وانا بقول لهم الكلام ده، اديهم الاختيارين اللي انتوا اصلا عايزينه. بس خليه هي فعلا دي بس خليه يختار، تلبس التيشيرت ده ولا تلبس التيشيرت ده، انت اصلا عايزه تيشيرتين فهيختار ده، بس انت حطيتيه في مبدا ايه، انا خليتك تختار. انا خليتك تحب او تجرب او يبقى عندك الثقه في نفسك ان انت تختار. طيب حضرتك يعني سيكولوجيا انهي بيكون تاثيره اقوى، ويعني والنموذج القدوه المدرسه والمدرسين اللي فيها، ولا الاعلام بكل اللي فيه من مشاهير سواء اعلاميين بقى او ممثلين او مغنيين، ولا الاب والام في البيت او القرايب الجيران، ان الاصحاب اللي من نفس الفئه العمريه او الاكبر شويه، مين اللي اكتر تاثير كقدوه؟ يعني خليني اقولها لك بجمله بسيطه كده، اسمها مين بيرسم طريق الطفل. تمام. مين فيهم اللي بيرسم الطريق؟ كلهم اللي بيرسموا نفس النسب. يعني لا هقول لك ازاي بقى، انت الطفل في اول ما بيبقى في الاسره لغايه 5 سنين 4 سنين، حتى لو بيروح حضانه، رسم من هنا اكتر، انت اللي بتنقشي، انت اللي بتشكلي العجينه بتاعتك. تمام. خرج من 5 طلع بره، حتى لو واخد سلوكيات غلط من البيت او سلوكيات ايجابيه وراح المدرسه خد السلوكيات السلبيه، هو هيجي يحكي لك لانك انت مربياه على الحوار على التواصل، فتبتدي تعدلي. لكن لو انت واقعه في الحته دي وعامله له صدمه ما بيتكلمش معاكي، هياخد السلبي ويعيش بيه. يبقى البداية المدرسة، السوري الأسرة، وبعد كده المدرسة، يلا بقى نطلع على المجتمع الخارجي اللي بتبقى في المراهقة، هي بتبقى اكتر مرحله في المراهقه. لو انت مؤسسه هنا ومعدله هنا سلوك سلبي او ايجابي، لما يوصل ليتعامل مع المجتمع لازم يحصل له صدمه. لازم، يعني انا بقول لما بيجي لي ناس في العياده للمراهقين اقول لهم ايه، يقولوا لي الولد شاف كذا او الولد اتعرض لكذا، ده اتصدم. خلوه يتصدم وهيتعلم بقى. الصح ان احنا مش ناخده على جنب ونقول له انت اتصدمت ما تتعاملش مع حد غلط، تتعامل لا، يلا بقى نشوف احنا هستفاد ايه من ده، تعال نشوف هل التجربة دي نفعت معاك ولا لا، استفدت منها ولا لا. الصح ان احنا نستفاد من التجربة لو غلط او صح، ولكن نقول له لا غلط، الشخصية دي متتعاملش معها تاني، لا. فبالتالي انت التلاتة بيرسموها، هي مثلث بدايته اسرة، ليه قاعدة اسمها المدرسة وقاعدة اسمها المجتمع، يبقى البداية بتاعتي الاسرة هتبني بعد كده اللي تحت. في نهاية حلقتنا بنشكر حضرتك جدا دكتورة رشا، وشرفتينا في برنامجنا من أول السطر. استنونا في حلقة جديدة.